ومع استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، تواجه مؤسساته الصحية عدة تحديات، أبرزها تقلص طاقته لاستقبال ضحايا الاعتداءات، إضافة إلى مقتل عشرات العاملين بهذا القطاع. ناقوس خطر دقته السلطات الصحية في لبنان في ظل تزايد اعتداءات طيران الاحتلال على المستشفيات وسط مخاوف من توسيع هذه الحرب العدوانية. يشهد القطاع الطبي في لبنان ظروفاً صعبة تضعه أمام تحديات في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف. تحديات تبدأ من الضغوطات المالية بسبب الأزمة الاقتصادية، وصولاً لعدم توفر طواقم طبية كافية خاصة في المناطق التي يتعرض سكانها للنزوح. مستشفى رفيق الحريري الحكومي هي واحدة من مستشفيات بيروت التي تحضرت للأسوأ، ولكن يؤكد مدير المشفى أن الصمود لن يطول طويلا إذا طالت الحرب. في مشكلة حقيقية، نحن وزارة الصحة عاملة مخزون لكل شيء اسمه مستلزمات طبية وأدوية لمدة 4 أشهر. إذا صار في حصار عم نحكي، إذا ما صار في حصار عم تجي البضاعة من برا، أما إذا صار في حصار بضل قادرين نضاين 4 أشهر بالوضع الحالي. ونحن حتى بالمستشفى عاملين كمان مخزون على 10 أيام، حتى إذا من الوزارة ما عاد فينا نجيب أغراض. والمخزون بيشمل كل شيء، مستلزمات طبية، أدوية، أمصال، أكل وشرب، فينا نضاين 10 أيام إذا انقطعت الطريق كلها. القطاع الصحي بيعاني من الظروف الأمنية، من ظروف القصف اللي عم يصير حوالين المستشفيات اللي أجبرت المستشفيات تطلع من الخدمة، وعم بيعاني من الموارد. هذا اللي عم نحكي فيه. كمان في معاناة أنه بالجسم التمريضي والطبي. وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض تحدث عن أن عدد ضحايا القطاع الصحي والاستشفائي بلغ 163 قتيلا، فيما طالت الاعتداءات الإسرائيلية 55 مستشفى، 36 منها بشكل مباشر، ما أسفر عن إقفال 8 مستشفيات بشكل قسري. من بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان كانت وزارة الصحة عم بتقوم بتوثيق كل هذه الاعتداءات اللي كانت، وكنا عم نطلع الرأي العام في لبنان أولا والأهم كذلك في العالم، وكنا نحن دائما في تواصل مع المسؤولين في إن كان منظمات الأمم المتحدة أو كان بمنظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللي هي من واجباتها السهر على القوانين الدولية اللي بتحمي حقوق العاملين في المنشآت الصحية أو الإسعاف. رغم الجهود والأولوية القصوى التي توليها وزارة الصحة اللبنانية للقطاع الصحي، إلا أن هذا القطاع يعيش يوما بعد يوم متخوفا من المرحلة المقبلة التي لن تسمح له إلا بالصمود أسابيع لمواجهة حرب كهذه إذا ما استمرت طويلا. يحاول القطاع الصحي في لبنان أن يصمد بوجه عدو لا يميز بين الحجر والبشر، فيضع كل إمكانياته تحضراً لجميع السيناريوهات وتخوفاً من حصار قد ينتقل من غزة إلى لبنان. مي فرحات، قناة الأخبار، مستشفى رفيق الحريري الحكومي، بيروت.